السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دلوقتي في مطار كندا، مسافر من أمريكا لكندا، ومن كندا هطلع على زيورخ، ومن زيورخ هنطلع على مصر. في حاجة اكتشفتها ومبسوط منها جدا، إن أنا كمصري عايش في أمريكا مسموح لي إن أنا أخش كندا بفيزا عادية جدا. الفيزا بتاخد وقت مني إنها تطلع 5 دقايق، وتكلفتها 7 دولار كندي، اللي هو يعني حوالي 5 دولار امريكي. طلع ان انا اسافر كندا في اي وقت زي ما انا عايز. سالت الضابط بتاع المطار وكده اللي هو بيخلص لي الورق، قال لي انت ممكن تيجي كندا في اي وقت، تخش نخلص لك الورق في 5 دقايق وتطلع. فطبعا الموضوع ده فرحني جدا. ربنا يرزقكم كده يا رب ويكرمكم، تاخدوا الفيزا الامريكي كده عشان خاطر تدخلوا اي دوله في العالم زي ما انتم عايزين. حاجه تاني كمان، الفلوس الكندي لحد دلوقتي انا عمري ما شفت فلوس بالجمال ده. يعني هوريكم ايه، هوريكم الفلوس الكندي شكلها عامل ازاي. الفلوس الكندي شكلها تحفة. بصوا كده، دي الفلوس الكندي، تمام؟ دي 5 دولار كندي. 5 دولار الكندي، الميزة اللي في الخمسة دولار الكندي ان هي الورق بتاعها مصنوع، الورق بتاعها مصنوع من خليط ما بين البلاستيك والورق، فمخلي الشغل يعني ايه، مخلي خامه الورق كده نظيفه جدا، وكل الالوان بتاعتهم كولرفول قوي، فجميله جدا جدا يعني. طبعا ايه، انا خدت الفيزا بتاعت كندا. خلاص بقى عرفت، كل شويه هنط لهم بقى في كندا بقى. طالما ايه ان الدخول كده بالسهل، هنط لهم كل شويه. برضو انا ايه، هصور لكم المطار وهصور لكم شكله عامل ازاي. بصراحة مطار تورنتو حلو جدا يعني وممتع، وان شاء الله كده احاول ان انا اصور شوية في زيورخ. في حاجة بقى انا عايز اقولها دلوقتي، نصيحة مني ليكم، يعني نصيحة مني ليكم، حاولوا ان انتوا تشتغلوا على نفسكم كويس قوي وتنجحوا في حياتكم في مصر وكده، وحاولوا بقدر الامكان ان كنتوا تزودوا الكريدنشلز بتاعتكم. الكريدنشلز مهمة جدا في حتة ان كنتوا لما تيجوا تقدموا على فيزا لأي دولة ان كنتوا تتقبلوا بسهولة. انا عشان خاطر في عندي كريدنشلز حلوة قوي، الحمد لله الكريدنشلز دي ظبطتني في حتة ان انا اسافر براحتي، وان انا اروح هنا واروح هنا. وان شاء الله عامل خطة يعني هحاول ان انا انفذها قريب ان شاء الله، ان انا الف كل دول العالم ما عدا كام دوله كده معينين مش عايز اروحهم. فربنا يسهل بقى ان شاء الله. حبيت ان انا اشارككم اللحظه الحلوه دي، وهصور لكم دلوقتي المطار كله عشان خاطر تشوفوه وتستمتعوا بشكله. المطار هنا في تورنتو جميل جدا جدا يعني. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وعدينا من السيكوريتي الكندي وطالعين دلوقتي على زيورخ سويسرا. أكلت النهاردة بيتزا من مطعم سوري داخل المطار الكندي، حاجة كده تفخر بيها، وعندهم مناقيش وعندهم حاجات كده ايه جميلة جدا يعني. طبعا البطريق نازل مصر قريب. بص البطريق بيقول لك ايه، بيقول لك نيد فورين كاش هديك ايجيبشن ماني. يا عم البطريق هديك ايجيبشن ماني، هتيجي تشتغل عندنا في مول مصر هنظبطك. والله عاوز اخليك تكره عيشتك. على البتاع المتزحلق ده. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واو،
فين التحفة المعمارية دي؟ أوه واو، ايه ده؟ ايه الشغل العالي ده؟ ايه ده؟ ايه الشغل الجامد ده؟ والله الكنديين بيعملوا حاجات حلوة قوي يا جدعان. ايه ده؟ واحد يلف بقى حوالين البتاعة دي. البتاعة دي شكلها جامد جدا. شكلها تحفة. ايه ده؟ ده حديد يا جدعان. ايه ده؟ ده حديد. ده حديد عاملين معمولة من الحديد. اه والله معمولة من الحديد. انت متخيل سمك الحديد قد ايه؟ بص سمك الحديد، ياه شايف واخد طول قد ايه؟ حاجة كده ضخمة. أكتر ناس هنا شفتهم الهنود، وخصوصا الجماعة البنجابي مستنيين الطيارة بتاعت زيورخ عشان تطلع. عمالة اتمشى هنا وغلطت غلطة كبيرة جدا جدا جدا، ان انا لبست الكوتشي اللي انا هوريه لكم ده. لبست الكوتشي ده، تمام؟ الكوتشي ده عقدني في عشتي، ماشي؟ عقدني ليه؟ لان هو ناشف جدا 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 جدا، وحاجة كده صعبة. انتوا متخيلين سفر 22 ساعة، سفر 22 ساعة بالكوتشي ده؟ صعب 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 صعب. خلينا نطلع على الدوتي فري. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. حلو؟ شكلها حلو عليا صح؟ وانتوا عاملين ايه دلوقتي؟ النضارة شكلها حلو، اشتريها؟ خلينا نشوف سعرها كام. 190 دولار يا بلاش يا بلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نسيت الباسبور بتاعي. اوعى حد فيكم ينسى الباسبور بتاعه في البتاع على الكرسي بتاع الطيارة وكده. نسيت الباسبور بتاعي في كرسي الطيارة، وللأسف قعدت بتاع ساعة ادور عليه، مش ساعة يعني، خمس دقايق ولا بتاع، بس الناس كلها طلعت من الطيارة يعني. طالعين دلوقتي احنا وصلنا مطار زيورخ. طبعا زي ما قلت لكم ان انا نسيت الباسبور بتاعي في الجيب بتاع الكرسي، كنت ناسي خالص، قعدت ادور في الشنطتين اللي معايا، مش عارف هو كان فين اصلا، بس الحمد لله يعني ايه لقيته. المهم اوعوا تنسوا الباسبور بتاعكم عشان ده وثيقة السفر بتاعتكم. وبعد ما وصلنا مطار زيورخ في سويسرا، لقيت ان المطار بتاع زيورخ من انظف المطارات اللي دخلتها في حياتي، حاجة كده فيرست كلاس، تخش تشوف كل حاجة كده يعني ايه، يعني روعة.
بصراحة عجبني جدا جدا جدا. المكان نظيف وجميل جدا لدرجة انك انت مش عايز تخرج من المطار. حاجة كده روعة، تخش تشوف الكراسي، تشوف المكان نظيف جدا، حتى الحمامات، دخلت الحمام ايه الريحة الجميلة دي وايه النظافة دي، حاجة كده خيال. يعني انا دخلت مطارات في امريكا، دخلت مطارات في كندا، دخلت مطارات في هولندا، بس مطار سويسرا مختلف، مطار زيورخ مختلف خالص خالص، حاجة في قمة الروعة. يعني المكان نفسه جميل بمعنى الكلمة. انا والله لدرجة ان انا دخلت الباثروم، دخلت الحمام، لا مش كده، يعني مش كده، معقولة الريحة الجميلة دي، معقولة المكان النظيف ده، حاجة خيال بصراحة. بس في حاجة، المكان هنا يعني الحاجات هنا غالية جدا غالية جدا. يعني انا اشتريت كوباية قهوة من مطار تورنتو في بتاع ده في من مطار تورنتو من ستاربكس في مطار تورنتو ب$2 كندي، اللي هو يعني حوالي $1.5 او اقل كمان، دولار امريكي. جيت هنا اشتريت نفس القهوة برضو من ستاربكس $5، فسألتهم قالوا لي والله احنا عندنا هنا، يعني هم مالوش والله طبعا، يعني قالوا لي كل حاجة هنا الأسعار غالية كده جدا يعني هنا في سويسرا. فنصيحة مني ليكم، نصيحة مني ليكم، اوعوا تعيشوا في سويسرا، اوعوا تعيشوا في سويسرا، سويسرا غالية بلاش، خليكم في كندا في أمريكا، لكن سويسرا غالية جدا جدا جدا. هوريكم بقى المطار دلوقتي بتاع سويسرا عشان حاجة كده خرافة، تحس ان حتى الكراسي نفسها فيرست كلاس. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. والحمد لله. طبعا شايفين الواحد شكله عامل ازاي، وبعد عناء طويل وصلنا الى ارض الوطن خلاص كده. هخلص بس بشوية الاجراءات والحاجات دي كلها. الواحد يعني so excited ان هو نازل خلاص هيشوف اهله وقرايبه واحبابه، فالموضوع ممتع. يلا 5 دقايق واشوفكم قريب. وبنك السي اي بي بيقلدني في حته ما تسافرش عشان تنجح، انجح عشان تسافر. بصوا قاعدين ما تسافرش عشان تشتري، اشتري عشان تسافر. يا ولود الايه